يا شيخ أنا حلفت على شيء ولم أفعله، فاشتريت دجاجا وتصدقت به على شخص واحد كفارة الحلف، فما الحكم في ذلك؟ من حلف على شيء وأراد أن لا يفي بما حلف عليه، بل رأى أن غيرها خير منها، فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كفارة اليمين لا تكون بالطريقة التي فعلها، يشتري دجاج ويتصدق به على شخص واحد، لا، جاء في كفارة اليمين أنها محددة، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هي محددة من قبل الشارع. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولا تصرف لشخص واحد، إنما تصرف 10 مساكين كما جاء النص على ذلك في